فالأزمة دائمة وعميقة ومتعددة الجوانب، ما تعكس على النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتجارية. وبهذا تأخذ الحرب سمة عالمية لكون جميع القوى متداخلة فيها. رفيقات، اثنين يكون الموجودات واثنين رفاق، وطبعا كحد أقصى يكون اثنين باثنين، والباقي طبعا يبقى منافسة. ميزر العمالة فاطمة العبيد، علا درويش، عبير شيخو. وإن حزب سوريا المستقبل من خلال مساعيه للم شتات السوريين ومبادئه التي تتبنى الحوار السوري السوري، بات سفينة النجاة على أن نكمل ذر شهداء حزب سوريا المستقبل حتى تحقيق المساواة والوصول إلى سوريا المستقبل موحدة بأرضها وشعبها.